نور، بلشنا بفقرة حكينا فيها عن التاريخ السوري العريق، ورح نختم أيضا بالحرف السورية العريقة. بلشنا هيك نفوت بالأجواء الحلوة. أكيد عم نفوت بشهر الميلاد والمناسبات الجميلة، كثير من القصص يمكن بتفرح قلوبنا اليوم بهيدا الشهر. هدية بسيطة، زينة، يمكن قطعة صغيرة مشغولة يدويا بتعطيكي فرحة. فكيف إذا كانت هالحرفة مشغولة بطريقة الحفر على الليزر؟ أكيد حيكون في شيء مميز. أكيد في شيء مميز دائما مع الشيخ الكار أحمد عداس اللي بيحفر على الليزر بطريقة جدا جميلة، ولكل مناسبة لازم يكون في عندك ديزاينات مختلفة بتخدم المناسبة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. وإن شاء الله كل عام وانتم بخير. هلت علينا هي الفترة، فترة المناسبات، إن شاء الله كل عام وانتم بخير. نحن طبعا أول شغلة عم نستهل المناسبات بعيد الكريسماس، وبعد منا كمان عنا عيد رأس السنة، عيد الفالنتاين، عيد الأم، وشهر رمضان على الباب، وعيد الفطر، وعيد الأضحى. فهي هي فرصة للمناسبات، والهدية دائما بتعبر بتترك أثر طيب عند ما كانت بسيطة الأشخاص صحيح. اللي مهدأ لهم. والحقيقة طبعا دائما التنوع مطلوب مع المحافظة على أساسيات مطلوبة لكل مناسبة. يعني في شغلات بتتعلق مثلا لما بدنا نحكي بالميلاد، بزينة الميلاد باللون الأحمر باللون الأخضر بالألوان الحلوة البراقة، هي مطلوبة دائما. طبعا منتجاتنا نحن عم تختلف في فترة الميلاد. مثلا بفترة الميلاد هي علب الضيافة، علب الشوكولا الصغيرة، في عندنا مثلا شكاكات الكيك اللي هي الكيك توبر او الكيك ستيك. هو نحن اليوم معنا على قوالب الجاتو، معنا مجموعة حلوة رح نستعرضها ونحكي هيك بشكل سريع كرمال نضوي عليها اكثر. هلا هاي شو؟ هي هون علبة بوكس لهدايا الميلاد او الشوكولا، في اصغر منها القياس اللي انا عم بيجي خصوصي للشوكولا، وانا بيكون فيها هدية شغلة صغيرة. تمام تمام. يعني مثل هيك شغله للشوكولا، مثل هيك شغله بيكون فيها هديه زائد الشوكولا اضافه لها حسب مصرياته الواحد، حسب مصرياته. خلينا نحكي دائما معك شيء جديد. يعني لو مثلا كل سنه مثلا بالميلاد بيكون في تصاميم جديده مختلفه، يعني تمام. مش انه مكرره. هذا الحلو يمكن بحضرتك وانت شيخ كار، يعني صار لك عمر. خلينا نحكي عن التفاصيل مثلا بهدول القصص اللي فيها تفاصيل يمكن يا ريت بنقدر نشوفها على الكاميرا، كيف محفورة، كيف فيها حتى تعابير الوجه كتير حلوة. يعني قديش بتشتغل على هاي التفاصيل؟ هلأ هون العمل بالذات القطعة الملونة اللي بإيدك هي مزيج ما بين العمل اليدوي والعمل الآلي. يعني نحن ما في مو انه الالات الليزر هي مجرد انه حط الخامه رح تطلع منتج نهائي بايدي. اكيد عم يكون في عمليات تركيب، تجميع، ربط. هذا الامر بياخذ جهد يدوي. ايه بس قطعه غنيه، يعني بتحس انه مثلا حتى الالوان نور جميله جدا. صحيح، حتى اليوم كنا هيك متعودين على زينة الشجرة، الطابعات الحلوة، الألوان. تمام. اليوم عم نشوف شيء مختلف، معظمها زينة الشجرة. عم نشوف هيك كمان شيء ثاني. هات شو هي دولة مشان موضوع الفالنتاين او مناسبات الاوكيجن تبع الخطوبة والأعراس والأشياء حلوين. كمان نحن بنهتم لها. مثل ما حكينا يعني ان شاء الله كل عام وانتم بخير. فترة مواسم هلا بالنسبة لنا، لكل موسم في له تجهيزاته وله مواده. نحن اعتدنا انه دائما بالشهر السادس بنعمل ايفنت بنطلق فيه كل شيء بخص فترات المواسم. بهيك حاله الناس بتيجي بتشوف شو اللي بدها اياه، شو اللي بدها تاخذه، وين وايمت لكل الناس. هلا اول شغله الايفنت نحن بنعمله بحاضنه الدمر المركزيه للفنون الحرفيه اللي هي مكان تواجدنا نحن كحرفيين الحاضنه. إضافة لهالشيء نحن موجودين بالحمرة كمان بنوزع وبنسوق بضاعتنا هنا. تمام. طيب كونه عم نحكي عن مهنة الحفر، اليوم أكيد دخل عليها تطورات، أدخلتوا شيء جديد، ولكن دائما نحن بنركز على فكرة بموضوع الحرف السورية، إنه رغم كل التطور والحداثة بقيتوا محافظين على الأساس، بقيتوا أنتوا عم تشتغلوا عم تدخلوا شيء جديد ولكن القاعدة الأساسية موجودة. الحقيقة نحن اللي عم نعاني منه هو العصرنة. نحن بالنسبة لنا الحرف اللي موجودة عنا حرف متعوب عليها وتعبانين فيها مظبوط، وحتى للفن نحن بندرسه دراسة.
يعني أنا لما بدي أدرس مثلا نقش معين إذا كان فاطمي مملوكي عباسي أو أحيانا ممكن يكون روماني، هذول بدنا ندرسهم دراسة طيب. اليوم الشقق السكنية اللي نحن موجودين فيها لا تتناسب مع التحف العملاقة اللي كنا نقعد ونشتغل عليها، فصرنا بدنا نضطر نشتغل على نظام العصرنة إنه نعمل المنتج صغير نسبيا فيها نفس الطابع اللي نحن بس حلوين حتى القياسات، لأنه كمان التكلفة المادية كبيرة. تمام، يعني الناس ما عنا قدراني اليوم، ممكن أي شخص ممكن يقدر يشتري قطع ما يقدر يشتري، صارت مرهقة، صار مرهقة ماديا. قد بتاخذوا بعين الاعتبار الأسعار اليوم ضمن الظروف الاقتصادية المعيشية؟ لأنه كل حدا بيطلع معنا بأنه لا بناخذ ظروف الناس بعين الاعتبار، وأحيانا تتفاجأ لما تسمع على الأسعار، يعني مش كل الناس قادرة، بس مجرد أنك تخلي شخص ممكن يشتري قطعة أو قطعتين أو 10 قطع قادر انه اي شخص يشتريها. هلا لكون صريح، نحن بالنسبه لنا لما بنساوي بضاعه استهلاكيه بضاعه بشكل سيري، فهي ما في بتكون اسعارها معتدله ومنطقيه، ونحن بنراعي في هالفتره هي انه المواطن يقدر يقتنيها. انا ما لي فرحان اني صنع منتج وخليه عندي موجود وما له اي سوق، الكل يجي ويقول يا سلام حلو ويمشي خلي لك اياه. نحن هاي كمان بالنسبه لنا كمنشاه وعماله موجوده عندنا بهمنا انه تكون عجله المبيعات تدور ونقدر نبيع ونسوي. فلذلك نحن دائما لما عم نطلع المنتج عم نطلعه مدروس بحيث انه يكون ضمن التكلفه، وبالذات لك فتره المواسم مش مثل هلا، يعني نسبه الربح عندكم بضمير، لانه والله نحن عم نوصل لحد المنطق جدا، يعني ما عم نقدر نكون بالاسعار مثل برا، ونحن هلا حاليا منافسين للاسواق الخارجيه. طبعا يعني اليوم انا لما بدي اسوي طلع منتج او طلع السلعه، خلينا نحكي على قطعة زينة مثلا مثل هيك شيء، لما بدي اروح انا اجيبها من الصين انا بدي ادفع اجور شحنها. ارفع شوي استاذ. انا هي بدي اروح ادفع اجور شحنها من الصين لهون، انا ثقة تماما سعرها هون يعادل قيمة شحنها. صحيح صحيح، فانا بالنسبة لي هون منافس حتى بمعجودة عالية يعني. طبعا صحيح. اكيد ومدروسة وقطعة بدها تكون تقنيا جيدة، يعني ما فيني انا افرض خيال زايد يرهق القطعه بالقيمه التجاريه ويخليها بس. ولكن اليوم كمان الواحد يحكي الاله واللي عليه مثل ما بيقولوا، كمان انتم اليوم عندكم تكلفه، عندكم تكلفه ان كان بالمواد الاوليه المستخدمه وتكلفه بالوقود والطاقه. اليوم اكيد يعني معظم الورشات والحرف عم يكون في طاقه بديله عن الكهرباء، وهذا الشيء كمان مو ببلاش من الاخر يعني. فانت اليوم لتقدر تقدم هذا المنتج وانا اقدر اشتريه، شو بدنا نعمل؟ هلا اول شغله انا بالنسبه لي ان الله هيك كتب لكم تزورونا بالحاضنه رح تشوفوا انه منشاتي تعمل على الطاقه البديله 100%. انا اليوم بشتغل على الطاقه الشمسيه، آلاتي كلياتها بتشتغل على ألواح الطاقة الشمسية. حلو. والحمد لله هذا الشيء أمن لي إمكانية متاحة أني أتخلص من قيمة الوقود العالية. صحيح. أما بالنسبة للمعاناة اللي نحن عم نعانيها بالنسبة للأسعار، أنه الخامات والمواد الأولية عم نعاني من حالتين، تأمين المواد الأولية، الأولى هي الافتقار. صحيح. للمواد الأولية. صحيح. بسبب الحصار اللي موجود علينا والصعوبات بالاستيراد، والشغله الثانيه كمان اللي عم نعاني منها هي الارتفاع المفاجئ للمواد الاوليه. صحيح. اليوم نحن حرفيين، نحن ما لنا تجار استيراد ولا لنا صناعيين نقدر نستورد خاماتنا بنفسنا، نحن عم نتسوق المنتجات المواد الاوليه من السوق المحليه، فلما نطرح على السوق المحليه يعني ما عم تستثمرها. بالضبط. يعني فهذا الشاشه قدامك، هذا نداء لك لاي حدا لازم فعليا يوم يدعمكم كحرفيين، لانه مثل ما قلت فرق الاسعار بشكل مستمر، كل يوم عم يكون في فرق، فقد هي المواد، ونحن عم نحافظ على هي الحرف وعم نحكي عن جوده عاليه، ومثل ما قلت يمكن فيني استفاد منها يعني كل الناس اللي ممكن تراعي لكم تستفاد منها برا، ليكون في مردود مادي اقتصادي للبلد. رسالتي للجميع سواء كان شعب ولا مسؤولين، خلينا نعمرها سوا نفس مقوله سياده الرئيس. اليوم نحن بدنا نعمر بلدنا، خلينا ننظر بعين الاعتبار انه اولاد بلدنا سواء كانوا تجار او صناعيين ما هن اعداء، هن كمان عم يعانوا نفس المعاناه اللي نحن عم نعانيها. ونحن بالنسبه لنا ما في انسان بامكانه يشتغل منفرد، انا بدون تاجر يجيب لي مواد اوليه انا بوقف منشاتي.
فلذلك نحن بالنسبة لنا خلينا ناخذ دائما الجانب المشرق، نحن لازلنا على رؤوس عملنا عم نحاول انه نكون ونسد فراغ كبير من يلي من النقص اللي عم نتحاصر عليه. يجوز احيانا بتكون السلعه حيويه وهذا، واحيانا بتكون سلعه كماليه، بس اي انسان بحاجه للسلعتين. ممكن ياجل السلعه الكماليه لفتره بس مو ممكن يلغيها نهائي من حياته. فلذلك نحن عم نحاول قدر الامكان ان نسد الفراغات هي. ان شاء الله من ضمن صوتنا لصوتك اليوم، نتمنى لكم الدعم الكامل للحرف السوريه، ونتمنى كمان تقديم التسهيلات لكم. شكرا لوجودك وتحياتنا لكل افراد حاضنه دمر. تحياتنا لكم وشكرا للاخوه المشاهدين. وبنفس الوقت الحمد لله يعني نحن بالنسبه لنا ضمن الحاضنه ملحوظين بعنايه جيده من الحكومه بتامين بعض مستلزماتنا، باعفاءات ضريبيه، باعفاءات باستيراد بعض المواد الاوليه. بس كمان لازلنا منعيد كلامنا انه نحن كحرفي ما لنا تجار. نحن انا كحرفي انا بصنع السلعه اللي عم يجيبها التاجر. اكيد بتمنى لك التوفيق شيخ الكار احمد عداس، يا رب تبقى على طول بهي الهمه موفقين. تحيه لكل حرفي سوري بقيان بالبلد عم يشتغل ضمن الظروف، ويعطينا شويه امل. شكرا كثير على عيني وراسي. شكرا.